اليوم في ضجة بعد خروج كابتن عمر السومة واستبداله في مباراة الرائد. يلا يا اخوان نبغى نشوف اللقطة، ارجوكم نبغى نشوف لقطة التغيير. يعني مش معقولة انا لوحدي كذا في الاستديو، كاني عايز لوحدي. فشوف التغيير اللي صار اليوم كابتن عمر السومة في مباراة الرائد، وكان في ردة فعل شوية من كابتن عمر السومة بعد نهاية المباراة. يعني شوي كان رمى تلميحات في لقاء تلفزيوني. في على الهاشتاج اكشن دوري يقول لك المؤشرات تقول بعد تبديل السومه في المباراه ان السومه اخر موسم له مع الاهلي. طارق كيال نائب، هذا التغيير امامنا، تغيير عمر السومه وخروجه من الملعب. نشوف لقطة بس وهو ماشي إذا سمحتوا، بس إذا تفضلتوا عليكم علينا اليوم، الله يعدي ذا اليوم على خير. فهي اللقطة مدتها 4 ثواني، فبالتأكيد إني باخذها بشكل بطيء أكثر، صح يا أبو فهد؟ ولا تتوقع إن احنا أذكياء زيادة على اللزوم؟ ممكن ممكن. طيب الحمد لله يا رب، أحمدك يا رب. موسى إيش تعليقك عليها؟ أنا أعتقد إنه الشيء اللي يشفع لعمر إنه هذه اللقطة أول مرة تصدر من لاعب بأخلاقيات عمر اللي الكل يجمع عليها والكل يعرفها بعد أكثر من 3 سنوات. لذلك في أمر أكيد إنه عمر ما قدر يتحمله، رغم إني تمنيت من عمر كنجم كبير نعول عليه ويعول عليه الأهلاويين بشكل كبير إنه يحاول يتحمل لنهاية الموسم. أنا لا أعلم صراحة إيش الأشياء الموجودة، لأنه يعني بالمنطق كذا ناخذها بالعقل، يعني لاعب كان يلعب أساسي وفي واحد أخذ مكانه، صح؟ لا لا عمر ما تكلم كذا، ما لي دخل إيش تكلم، وراح يقول ما في حد يقول الحقيقة، أنت عارف يعني نلعب على بعض، أنت رجال شغال في الأندية. عمر 90% اللي يطلعوا يصرحون فيه مو صحيح. عمر ما قال الحقيقة، ده مدسسة تحت الدروج. لا أنا أتوقع كلام غير اللي أنت تتوقع. أنت تتوقع بسبب الخروج، أنا ما أتوقع أنه بسبب الخروج. لو كان عمر مشارك البطولة الآسيوية ما كان زعل الزعل هذا. عمر يفتقد لريتم المباريات، هو يشاهد زملائه يشاركون البطولة الآسيوية، وقرار إبعاد عمر من البطولة الآسيوية كان مجحف بشكل كبير للاعب نجومية عمر. إذا أنت أبعدته من الآسيوية وفي الدوري الفريق رايح يجيب الدوري بمهند، خليك لا. لا شوف لازم تصير مكانه، لازم تشعر بمشاعر البني ادم. مباريات الخليل يلعب بشكل اساسي، ما انا قاعد اقول لك. والان الرجل حجم تاثيره في الملعب هل يقارن بحجم عمر قبل الاصابه؟ فيمكن صار عنده ضغط، حس انه اداؤه قاعد ينزل، او خلنا نقول بين قوسين اهميته في النادي الاهلي قاعد تتراجع، فريق ما اخذه حتى في الاسيويه، هذه تسبب له قلق على مستقبله. مستحيل. مش المنطق يقول كذا؟ مستحيل تتراجع اهميه عمر السومه في النادي الاهلي، اهميته ما تتراجع في النادي الاهلي. اول ما رجع مباشره اللاعب في الملعب عمر السومه، حتى مهند دائما كان يصرح ويقول انا ما افكر اني العب اساسي على عمر، انا افكر اني القى فرصه كبديل لعمر، عمر اسطوره من اساطير الاهلي. عمر السومه السنه الجايه مش في الاهلي، تراهن؟ يلا قدام المشاهد. لا انا ما راهن، هذا هو لاعب محترف مكشوف، هو لاعب يلعب على المكشوف. ما راهن عمر السومه. انا وجهه نظري ما اعطيك معلومه، انا وجهه نظري باي باي عمر السومه، نهايه هذا الموسم سيرحل. أنا انت ايش تقول؟ انا لا اعتقد ان عمر السومه حيغادر اسوار الاهلي، انا اعتقد ان عمر هذه سحابه وحتعدي، واتمنى من الاهلي يقفلون الموضوع. عمر اكيد انه في اشياء مزعلته داخل النادي، انا وجهه نظري انه الاسيويه، انا ما العب في الاسيويه واجي في المباريات الرسميه في الدوري اللي هي الفرصه الوحيده لي اخذ ساعه واطلع برا. هو يرى انه اليوم حسب تصريحه بعد ما مرت الساعه والنتيجه 3-0 انه كانت فرصه انه يبقى في الملعب يحاول يستعيد حساسيه المباراه بشكل اكبر. ومن اهميه عمر في النادي ما نزلت، عمر لا زال اللاعب المهم، عمر لا زال لاعب واحد من اهم لاعبي الدوري، عمر لا زال له كلمه حسم حتى نهايه الموسم ويحتاجه الاهلاويين، وزي ما قلت انا هو اسطوره. طيب طارق كيال نائب رئيس الاهلي يتحدث لسويلم العزي بعد المباراه اليوم.